قالهم بامجادهم بالمعارك اللي تركوها مثل معركة هذه مثلث الابطال في العجلات. عليهم ان يعيدوا حسابهم ويعرفوا انهم اصطدموا بشعب شعب مظلوم ظلمنا في بيوتنا في ديارنا في ارضنا, بياخذوا لقمة عيش اطفالنا, بياخذوا بترولنا, بيحتلوا ارضنا بدون وجه حق. من انهم يتكلموا عن النظام السياسي في ليبيا؟ هل نحن مستعمرة تريد ان تستقل؟ هل نحن تبعهم؟ هل نحن ولاية من ولاياتهم؟ ساركوزي هون يجب يرحل من فرنسا يمشي للمجر. الشعب الفرنسي يجب يطرد هذا المجرم الذي شوه تاريخ فرنسا وحطم مصالح فرنسا مع ليبيا ومع العالم العربي والعالم الاسلامي. هذا ما يستحق يكون رئيس لفرنسا. هذا يجب ان يرحل فورا, يرحل للمجر. هذا ما هو فرنسي. الامة الفرنسية امة عظيمة, وهذا شوه تاريخها وشوه وحطم علاقاتها واكتشف امره وعرفت الدول الاخرى والرسالة الاخرون معه عرفوا انه مجنون وعرفوا انه يعاني من خلل عقلي وانه ورطهم في معركة لا استعداد لهم لها, معركة خاسرة. في كل يوم يخسرون وسيخسرون في الايام القادمة اكثر واكثر واكثر, حتى يتم القبض على مجرمي الحرب. يجب ان يتم القبض على مجرمي الحرب وتحويله الى محكمة الجنايات الدولية لانهم ارتكبوا جرائم. شكرا يا ماما, شكرا شكرا, تقبل الصور, شفتك تسلمي. هم اللي يجب يرحلوا ويتركوا شعوب اوروبا. نحن نريد علاقات مع شعوب اوروبا, نحن نريد علاقات صداقة وتعاون مع شعوب اوروبا, مع القارة الاوروبية. نحن نتكلم باسم القارة الافريقية, باسم الاتحاد الافريقي, باسم السنصاد, باسم الامة العربية, باسم الامة الاسلامية. نحن قادتها, نحن رمزها, نحن نتكلم باسمها, نحن ضميرها, نحن صوتها. نريد علاقة متينة وصداقة وتعاون وسلام مع شعوب اوروبا, وليس مع مجرمي الحرب الذين يجب ان يرحلوا فورا, يجب يتم القبض عليهم لانهم مجرم حرب ونقل لمحكمة الجنايات الدولية. اذا في محكمة جنايات دولية يجب تقبض على قادة الاطلسي وتقدمهم للمحاكمة. هذه محاكمة, هذه اداة استعمار. هذه المحكمة من يعترف بها؟ هذه طز. نحن هنا صامدون حتى النهاية, مهما كانت النهاية. لا استسلام, لا تفرط في حقنا. نحن مظلومين في أرضنا. فرضوا علينا معركة ونحن في سلام وفي أمان وننعم بخيراتنا ونمارس السلطة ومتهنين. فرضوا علينا هذه المعركة الظالمة. قتلوا أطفالنا في بيوتنا, أطفال نايمين قتلوهم بصواريخ وبطائراتهم. لماذا؟ 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 قال الرئيس زوما يجب إيقاف القصف حماية للمدنيين. يجب إيقاف القصف لحماية المدنيين. إذا بنحمي المدنيين في ليبيا يجب إيقاف القصف. معناها أن القصف هو ذهب ضحيته المدنيون الليبيون, ذهب ضحيته الأطفال والنساء. يجب إيقاف القصف حماية للمدنيين. إذا أردنا نحمي المدنيين يجب إيقاف القصف الجوي والبحري. قبيلة الهرشة, أيوة شايف قبيلة الهرشة. حاسب استعدوا لمواجهة العدو, استعدوا لإنهاء المعركة, استعدوا لإيقاف هذا المسلسل, هذا بالاقتحام بزحف الجماهير. ما في جيش نظامي, ما في جيش تقليدي, في شعب مسلح يزحف على الجبل الغربي ويزحف على مصراتة ويزحف على بنغازي. شعب مسلح بالملايين, الملايين تزحف وتقهر الخونة وتقهر الاعداء وتفرض السلام في ربوع ليبيا مثل ما كان. لابد ان تعود ليبيا مثل ما كانت عليه في شهر 1 من هذا العام. سلطة شعبية وأخوة وهناء واستقلال وسلام وتنمية ومجد وروح معنوية عالية
نريد أن تعود ليبيا سنعيدها بإذن الله بالملايين بالملايين من طبرق إلى لجلات. ستنفجر ستنفجر المناطق المناطق المحكومة الآن بالرشاشات. عشت يا عشت ابني عشت قبل الفطور عشت عشت وأنا شايفتهم. نعم هذه هي الردود لما قلت لكم ردوا عليهم مضبوط. الملايين ترد الشباب يردوا النساء ترد الردة الملايين النسيرات المليونية ترد. ما زال يتكلموا عن هاي صور الشهداء. يا جبناء قتلت هؤلاء الاطفال الابرياء. يا جبناء يا قادة الاطفال يا صليبيون. هذه الصور هي صور الشهداء. هذه خالدة. وهذا الاخوالدي. وهذا سيف العرب. وهذه مسطورة. هاي الملائكة اللي قتلتوها. قتلت الملائكة يا جبناء. قال انظر هؤلاء الاطفال الشهداء قتلتهم طائراتكم وبوارجكم. الموت لكم والخلود لهؤلاء الشهداء. المجد لنا النصر لنا العزة لنا من الله. الخلود لشهدائنا. المجد لنا والخلود للشهداء. استعدوا لزعزعة الجبل الغربي بالرجال والنساء. استعدوا لننهي هذا المسلسل ونفرض سلام في ليبيا رغم انفهم. الى الامام الى الامام الى الامام.